يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030، وبعد اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي استعرض خلاله ملامح من الرؤية وإنجازاتها ورؤيته حفظه الله للتنمية الشاملة في المملكة. سيقدم هذا اللقاء سعادة الأستاذ عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير كل من صحيفة الاقتصادية، مجلة المجلة، صحيفة عرب نيوز وصحيفة اليوم سابقا، كما سبق له العمل رئيسا تنفيذيا لشركة نشر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ويعمل حاليا كرئيس مجلس الأمناء لأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وهو بلا شك إعلامي غني عن التعريف. سأعطي الكلمة بعد قليل للأستاذ عبد الوهاب. أنوه هنا بطريقة طرح الأسئلة والمداخلات في هذا اللقاء. يمكن طرح الأسئلة والمداخلات عبر منصة زوم عن طريق ميزة رفع اليد للمداخلات الصوتية، أو من خلال ما يسمى بالشات بوكس أو خانة الحوار الكتابي. الآن أنقل الكلمة لسعادة الأستاذ عبد الوهاب لإدارة اللقاء. تفضل مشكورا. شكرا أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني في البداية أولا نشكر جامعة الأمير سلطان لتنظيم هذا اللقاء، ونخص بالشكر مركز الإدارة المحلية على تبنيهم مثل هذه الندوات. وأعتقد أن الندوة الليلة تأتي في مناسبة وطنية هامة وعزيزة علينا، وهي مرور 5 سنوات على انطلاقة رؤية المملكة 2030. والرؤية مشروع طموح يتطلع قيادة هذا البلد خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد إلى أن يأخذ المجتمع السعودي وينقله إلى المكانة التي تليق بالمجتمع السعودي وتليق بالمملكة حضارة وتاريخا وواقعا. الليلة ضيفنا ما هو غريب على المشهد الإعلامي، وله أيضا غريب على النشاط الاقتصادي والحراك الاقتصادي، له مساهماته الواسعة معنا في الأسرة، هو نعتبر احنا جزء من الأسرة الإعلامية، كما أن الأسرة الاقتصادية أيضا تعتبره جزء منها. فالدكتور إحسان أبو حليقة، يعني بقدم رغم أنه شخص يعني غني على التعريف، لكن لضرورات تسجيل هذا اللقاء الدكتور إحسان بن علي بن أبو حليقة اقتصادي وأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق لثلاث دورات، ورئيس اللجنة المالية ومؤسس مركز جواثة الاستشاري تطوير الأعمال، ويعمل في القطاع الاستشاري منذ 3 عقود. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ويسكونسن ميلواكي بالولايات المتحدة الأمريكية في علم الإدارة، تخصص نظم معلومات إدارية وتخصص دقيق نظم إنتاج. عمل الدكتور إحسان كعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد البترول المعادن، وكمستشارا متفرغا وعضو مجلس إدارة في العديد من الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص، منها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو مجلس إدارة هيئة اتصالات وتقنية المعلومات، وعضو مجلس الأمناء في مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني، ومستشار في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كما في وقت سابق، كما أن له العديد من البحوث والمقالات والمؤلفات في مجال التخصص. الليلة هذا اللقاء خصص له 5 محاور كما هو في الإعلان. دكتور إحسان سوف يتكلم بحدود 20 دقيقة ليلقي الضوء على المحاور المطروحة لهذا اللقاء، ثم بعد ذلك سيكون هناك حوار مفتوح حول هذه المحاور وحول موضوعات أخرى قد نأخذها من ثنايا الحوار. حي الدكتور إحسان في هذا المساء، وأدعوك إلى أن نبدأ هذه الأمسية بإلقاء الضوء على المحاور اللي نستهدفها.
في البداية يمكن إذا رأيت يعني تعطينا مدخل إلى رؤيتك أو كيف ترى رؤية المملكة بعد انطلاقتها في كمدخل عام بس للندوة لمدة دقيقة، ثم نبدأ نطرح المحاور. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، وأنا سعيد جدا بوجودي معك أخوي عبد الوهاب، شكرا جزيلا على التقديم. عندي كلمات يمكن نقاط نمشي عليها، ويمكن بعد ذلك نستدرك يعني سواء الأسئلة من الأستاذ عبد الوهاب أو من الجمهور اللي حاضرين معنا. بس في البداية لابد من القول أن يعني يأتي هذا اللقاء ضمن مناسبة عزيزة علينا جميعا، وهي ليست فقط انطلاق الرؤية، فالرؤية انطلقت قبل 5 سنوات، ولكن الاحتفال حقيقة بأن بعد 5 سنوات بدأنا نرى نتائج. يعني في عام 2016 كانت الرؤية عبارة عن حلم، عن فكرة، عن وثيقة تحققها هو اللي يجلب لها القيمة. بدأنا جميعا كمجتمع، الآن ما أتكلم اقتصاديا، كمجتمع نرى ما الذي تعنيه هذه الرؤية. معظم الناس طبعا، والسبب أن يعني أهمية هذه النقطة ما هي أهمية أكاديمية نظرية، بقدر ما أن الطبيعة البشرية معتادة على الأقرب، يعني منحازة أكثر إلى القرارات السريعة، القرارات التي يعني تصدر نتائجها أو تتبين نتائجها مباشرة. القرارات التي تأخذ وقت أكثر، الاستراتيجية متوسطة المدى، فما بالك إذا كانت بعيدة المدى مثل الرؤية إلى عام 2030، يكون هناك يعني عدم وضوح بالضبط ما الذي سيحدث هذاك الوقت. السبب أنه أنت عندك فاصل زمني، عندك تعدد في المحاور وتعدد في الأهداف والمستهدفات، فكل هذا يعني في البداية يكون عبارة عن يعني هالة، هي هالة حلم، هالة تطلع، المهم أنه شيء يعني ليتحقق مستقبل. الآن جزء مما كان مستقبل في 2016 تحقق. يعني الآن إحنا بعد مضي 5 سنوات بدينا نرى بواكير النتائج. في حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ألقى يعني ضوء في لقاء ضافي دام 90 دقيقة على الكثير من محاور الرؤية، من نتائج الرؤية، من ما تحقق بالفعل، من مبررات وجود هذه الرؤية، ويعني صارت الكثير من القضايا جدا واضحة. الآن ممكن نقول كالتالي، يعني من باب إلقاء النقاط يعني سريعا، وأنا من اللي يعني يعتقدون أنه الفائدة الأكبر هي حقيقة في الحوار والأسئلة أكثر من أن تكون في السرد. الرؤية كانت عبارة عن ليس فقط يعني حلم، ولكن تحدي كبير، والسبب يتضح عند يعني النظر ولو سريعا للفترة اللي قبل. الفترة اللي قبل تمكنت السعودية خلال يعني سنوات من عام 1970 إلى 2016 تحقيق الكثير حقيقة، ولكن وكان هناك يعني نقلة نوعية ليس فقط اقتصادية ولكن اجتماعية، يعني سوسيو إكنوميك، اجتماعية اقتصادية، أحدثت كثير من الحراك، خاصة بالنسبة لمن يرصد تلك الفترة أو من هو يعني من العمر بحيث يدرك التغيرات التي حدثت. ولكن كان هناك
الأمر بقي حاضرا طوال تلك الفترة، وهو عامل إيرادات النفط. هذا العامل ولم يكن يعني عاملا متفردا وحيدا، ولكن كان شديد التأثير. يعني نلاحظ أن كان النمو يصعد عندما تكون الإيرادات النفطية في أوجها أو مرتفعة، ويتراجع تراجع البرامج، وخصوصا أن الحكومة كانت القائدة إلى الحد البعيد، قائدة الحراك هي القاطرة التي تقود حتى جهود القطاع الخاص، مساهمة القطاع الخاص. فكان صعود وهبوط، ولذلك عند التمعن يعني من باب يعني مساندة هذه النقطة أو بيانها أكثر، عند التمعن نجد أن في بداية السبعينات كان هناك فترة نمو كبير، وتبعها في الثمانينات، والجزء الأهم من التسعينات فترة أقرب ما يكون يعني بين الانكماش وبين ركود ستاغنيشن، يعني كان ركود بمعنى أنه يعني ما كان فيه تغير. لو رصدنا بمعيار الناتج المحلي الإجمالي نجد أن بقي الناتج مستقر، في حين أن فترة السبعينات يعني عقد السبعينات نقل الاقتصاد السعودي من أنه اقتصاد محدود صغير يعني في حدود 300 مليار ريال، إلى أن أصبح مع بداية الثمانينات اقتصاد تريليوني، يعني تعدينا وصلنا 1.3 تقريبا تريليون ريال هذاك الوقت. ولكن بعدها مر عقد وأكثر، أكثر من عقد ستاغنيشن، بقيت على نفس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان هناك استقرار. هذه الفترة كانت جدا صعبة على المملكة العربية السعودية اقتصاديا، على المالية العامة ماليا كانت صعبة. ويعني لاحظ أنك مريت فترة نمو عالي إلى أن كان صار هناك ركود، يعني تذبذب ولكن الترند لاين مستقر هكذا. المملكة بلد إقليمي الاهتمام، دولي الأهمية. ما هي المملكة طوال الوقت ما ليست من البلدان التي تعيش لذاتها، هي قدرها أن لها أهمية إقليمية، موقعها متميز يعول عليها عربيا إسلاميا، قوة اقتصادية كبيرة. ليس فقط يعني في البداية كان بسبب النفط، ولكن بعد ذلك بسبب ما بنته وعززته من اقتصادها فصار لها وزن مهم في التجارة الدولية، وتمكنت خلال الفترة هذه عشان من باب الموازنة أن تحقق تنوعا، ولكن كان معدل النمو محدود. في من بداية الألفية الجديدة بدأ يطلع النمو، يعني لو أخذنا مثلا من عام خلنا نقول خلال 20 أو 18 سنة اللي راحت، يمكن النمو في حدود يعني معدل النمو السنوي المركب يمكن في حدود أقل قليل من 4%، ولكن قصة أنه متذبذب. الآن جاءت الرؤية وسط هذا التحدي، تحدي أن أنت عندك مقدرات كبيرة وعندك فرصة حقيقية، ولكن هذه الفرصة لم تستغل، وعندك نمو سكاني عالي وأمامك متسع يفرض عليك تطلعك وطموحك، يفرض عليك دورك الإقليمي، يفرض عليك دورك العربي، يفرض عليك دورك الإسلامي، ويفرض عليك كذلك أنك أنت لاعب عالمي من خلال سياسة يعني رصينة مستقرة يعول عليها لها ثوابت على مدى يمتد أكثر، يعني منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وإعلانها يمكن حتى قبل يعني عام 1932، واستخدام يعني رصين جدا للثروة البترولية الكبيرة أنها وظفت أولا يعني في التجارة الدولية، كان سياسة المملكة استقرار أسواق النفط، استقرار الإمدادات، أن هذه الثروة يجب أن تستخدم يعني وتوظف وتدار بأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد العالمي، هذا من جهة. الأمر الآخر أن الفوائض النفطية وظفت توظيف بحيث يعود على التنمية
الاجتماعية أولا وقبل كل شيء، وكذلك الاقتصادية للبلد، وهذا ما يعني تتابع عبر العقود. الآن التحدي ارتفع، التحدي هذا يعني أصبح لا مناص منه، بسبب أن هناك تحديات تعيق حقيقة تقدم المملكة بحيث أنها تأخذ فرصتها الكاملة. راسم الخطة بدعم وتأييد من خاتم الحرمين الشريفين، راسم الخطة الأمير محمد بن سلمان، يعني له تصور، إحنا عندنا فرصة تاريخية وامتداد زمني لابد أن نوظف، نحتاج الامتداد الزمني هذا لتحقيق أمرين. الأمر الأول أن نزيل المعوقات، نزيل التحديات، هذا بمهد لنا أن نستغل الفرص. فأنت محتاج الأول تقدر تعتبره شرط مسبق تحديات، والأمر الثاني أنه شرط لاحق، أن هذا بيحققك أنك تستطيع الاستفادة من قدراتك. هذه القدرات عبارة عن إيش؟ موقع جغرافي متميز، مزايا نسبية من خلال من الثروات الطبيعية، من خلال نمو بشري إيجابي، يعني يسود فيه الشباب لهم أكثر من الثلثين من السكان. والأمر الإضافي إن عندك بنية تحتية أنت تتمناها أن تكون أفضل، ولكنها جدا معقولة بالمعايير العالم. فعندك كثير من المقدرات اللي بالإمكان استغلالها، ولكن محتاج أنك توظف لها توظيف. الرؤية أتت بشيء جديد تماما، ولذلك الشيء الجديد هذا كان في اللي بدأت فيه بداية حديثي، كان محل يعني نظر، يعني شو اللي ممكن يصير في عام 2030. اصلا هذا واحد من الاشياء الجديده، ان اتت الرؤيه ورسمت خط نهايه، قالت لك احنا في، ترى احنا في سباق خط النهايه. هذا شيء ما اعتدناه، احنا كان عندنا خطط خمسيه، خطط خمسيه انجزت الكثير مثل ما سبقت، يعني سبق بينت في حديثي، انجزت الكثير، ولكن لم يأتي أحد يقول لك هذا خط نهاية. والسبب أن خطط الخمسية كانت تضع مستهدفات للخطة، لا تنفذ هذه المستهدفات، ولم يكن هناك مساءلة، يعني لماذا لم تحقق هذه، لم يعني عادي. ولكن الآن أتى خط نهاية 2030، فوق خط النهاية أتت حزمة مع الرؤية من الأهداف الكمية القابلة للقياس. يعني أتى طبعا هي ثلاث مستويات مثل ما نعرف، في المستوى الثالث 96 هدف، الأهداف هذه قابلة للقياس، كل واحد له مستهدف معين. يعني يجي يقول لك والله أنا نسبة الناتج، نسبة الاستثمار، التدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2030 يجب أن تصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا واحد. وعلى ذلك قيس مستوى البطالة يصل إلى 7% بحدود 2030، مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة تصل إلى 30% 2030، وهكذا العديد من الأهداف. 96 هدف. الآن كيف تحقق تحقيق؟ فهذه الرؤية كانت موجودة واضحة، أهداف، ولكن خلال الخمس سنوات عدة أمور تبدت. الأمر الأول أن علشان هذه الحق أو حتى هذه الرؤية تتحقق، لابد أن يكون هناك إعادة هيكلة. ولذلك تجد أن أول برنامج وأكبر برنامج وما زال حتى الآن هو الأكبر، أبو البرامج إنجاز التعبير، هو برنامج التحول الوطني. برنامج التحول الوطني من حيث الميزانية المرصودة، من حيث عدد المبادرات، من حيث تشعب وتوسعه، فهو حقيقة هو برنامج تحول Transformational Program، أحدث كثير من الحراك وكثير من التغييرات. منها على سبيل المثال أنه يعني بدأ يدخل في
المعوقات ويحاول معالجتها. في بداية حديثي ذكرت أن أمامنا شغلتين، المعوقات والفرص، فبدأ التحول لمعالجة هذه المعوقات. الأمر وهذا ومعالجة المعوقات يكون من خلال مبادرات مقننة، يعني مبادرات مقننة لها مستهدفات، لها خط زمني، لها ميزانية، لها فريق يشتغل عليه. الأمر الثاني اللي تحقق خلال الخمس سنوات هذه، فهذا جانب التحول. الأمر الثاني اللي تحقق خلال الخمس سنوات تغير الكبير في عمل منظومة الحكومة. يعني كان سابقا في عندك وزارة هي المناط بها عمل المطلوب. الآن في عندك ما في قضيتين، ما يسمى العمل المعتاد، أعمال الوزارة، الأعمال المنوطة بكل وزارة من الوزارات تقوم فيها بالضبط. والأمر الآخر لا، اللي يتطلب مبادرات، إني أنا أبغى أنشط نقطة معينة، أبغى أستحدث أمر جديد، فلا بد من عدد من المبادرات لأصل حتى أصل إلى السرعة. وهذا أحدث تغيير كبير في منظومة العمل الحكومي، من أن كان إلى الحد البعيد منفرد سولو، وأن يكون على بعد اليد التعامل على بعد اليد، إلى أن أصبح جماعي. والنقطة كيف أصبح العمل جماعي؟ مثل ما أشار سمو ولي العهد إشارة يعني ذات دلالة عميقة، تقوية مركز الحكومة. يعني تقوية مركز الحكومة من خلال المجلسين المنبثقين عن مجلس الوزراء الموقر، مجلس الشؤون الاقتصادية، مجلس الشؤون السياسية، تحت مجلس الشؤون السياسية الاقتصادية، وكذلك عندك لجنة عامة ممكنة، وتحت اللجنة العامة الممكنة عندك لجنة استراتيجية. فهنا يعني كل الضبط يأتي هنا، والجميع يجتمع ويناقش ويصعد ويحل المشاكل بحيث أن يكون هناك تنفيذ. والسبب تقول لي ليه، يعني ما هو ما كيف يتم التحفيز؟ التحفيز أو يعني المتابعة الحثيثة، تتم المتابعة الحثيثة أن هناك استحدث مركز متخصص ممكن تسميه حتى يحصي على الوزراء وعلى التنفيذين أنفاسهم، اللي هو مركز أداء. مركز أداء يطلع لك يقول لك ما هذا أهدافك، 96 هدف، والأهداف التفصيلية والمبادرات، فضل هذا التنفيذ، هذا 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 الرصيد، هذا ليش تأخر، هذا ليش بكر، هذا يعني إلى آخره. وتتم من هنا تتم المتابعة. الأمر الآخر أن البرامج، احنا تحدثنا عن برنامج اللي هو أبو البرامج، اللي هو أحدث تحويل وحراك صراحة ترانسفورميشنال كان لها كثير من، ولكن البرامج تحقيق الرؤية يعني أوسع من برنامج تحول الوطني. والسبب أن لها عدد من المحاور إنجاز التعبير، فصار كل واحد من هذه المحاور يسند إلى برنامج حتى يحدث تغييراً جوهرياً ضمن النطاق الزمني المحدد. نأخذ على سبيل المثال واحد من البرامج المهمة، ويمكن هو أحدث البرامج، وهو برنامج تنمية القدرات البشرية. طبعاً التحدي البشري لأي أمة تحدي كبير، سواء كانت متقدمة، متخلفة، وسط، نامية، تحدي كبير دائماً. برنامج تنمية القدرات البشرية هذا من البرامج فعلاً، وكل البرامج نوعية لا أهمية خاصة حتى عند سمو ولي العهد، من البرامج التي يرأسها سمو ولي العهد، وتعنى بقضية الموارد البشرية، التأكد من أن العرض والطلب بينهم تناغم، أن هناك موائمة، أن يعني الشباب السعودي سيكون مؤهل بالمهارات ذات الصلة بالعصر. يعني ما تدربة لعام 2000 وال 2010 أنت تدربة وتعلمة وتأهلها أو تأهلها إلى عام 2030. وهذا تحدي كبير، إزالة المعوقات، تمكين دور القطاع الخاص في التعليم والمساهمة، تأكد من أن المملكة على المؤشرات العالمية تتقدم تباعا ذات الصلة برأس المال البشري.
فهذا يعني من أحد البرامج والبرامج كذلك. النقطة الأخيرة وهذا أحدث كذلك تغيير مهم، والسبب أن كل واحد من هذه البرامج حتى يقر يعني يمر بمراحل عديدة من الدراسات، وعندما يقر وتقر مبادراته يوضع على يعني آلة الزمن إنجاز التعبير، المتابعة الحثيثة كيف تحقق وهل أحدث التغير المطلوب أم لم يحدث. فالأمر الآخر، وأنا أخذ قبسات حقيقة والحديث بيستمر أكثر، نحن على ونص حنوقف بعدين نقطتي الأخيرة أن كذلك خلال الخمس سنوات هذه كان هناك ضغط على تحقيق تقدم في ملف التنوع الاقتصادي، ويعني ممكن كان الوقت يعني في تقليديا أن أنوع من خلال قطاعات معينة وأنسى قطاعات هي القطاعات الغائبة. التنوع المرة هذه لا، أنا أشجع وأقوي وأعزز القطاعات القائمة حاليا، يعني مثل كان واضح جدا مبادرة مثلا لتمكين قطاع الصناعة التحويلية بإعفاء المصانع لمدة خمس سنوات من المقابل المالي للعمالة في سبيل تمكينها من يعني الإحلال محل الواردات وتعزيز وتنمية الصادرات السعودية، وهذا كان من باب التمكين، هذا واحد من هذا صناعة يعني قائمة، والمملكة هي الرائدة عربيا في الصناعة التحويلية وبالتأكيد صناعة التكرير والمصافي، ولكن هذا كان شق. الشق الآخر ما يتعلق بصناعات مثل السياحة مثل الترفيه، كان هناك استراتيجيات، فهذه نبعت من خلال استراتيجيات ممكنة بحيث تولد تضيف للناتج المحلي الإجمالي، تولد فرص عمل، وكذلك يعني تساهم في استغلال الفرص المتاحة في المملكة. ممتاز، رائع. أنا أعتقد دكتور حسان أنت غطيت تقريبا أغلب المحاور، فقط بس أريد أن أقف عند أحد المحاور اللي هو ما يتعلق بكيف الرؤية نظرت إلى قضايا الإدارة المحلية. إحنا الآن في ضيافة مركز الإدارة المحلية، تفعيل الحياة داخل المدن، رفع كفاءة الإدارة في المدن، تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة تقريبا يرتبط بكفاءة الإدارة المحلية. كيف نظرت الرؤية هذه في هالجانب هذا؟ يعني سؤال جدا مهم، وفي ثنايا سؤالك هي الإجابة حقيقة. الرؤية نظرت عاليا إلى جودة الحياة، الارتقاء بجودة الحياة، الحديث عن زوايا كانت مهملة في حياة أو كانت نخبوية إنجاز التعبير، عندما يصبح يعني أمر مهم عند مركز الحكومة أن يعني زيادة معدل المشي والتنزه بالنسبة للأفراد، هذا كان أمر مهم. بالتأكيد هذا له انعكاس على الاستخدامات المكانية، يعني في النهاية ننتقل إلى المكان، هذا جانب، هذا عزز كثير. يعني الآن تم يعني لو تجولت في بعض مدن المملكة أو على الساحل مثلا، يعني افرض ان كورنيش الدمام على سبيل المثال، كوني احيانا في نهايه الاسبوع امشي، تجد ان الان في عندك اماكن محدده فيها العاب واجهزه للرياضه، مسارات مخصص، الامور هذا تبع هذا البرنامج. ولكن اذا اخذنا الجانب الاخر، جانب اعمق، ممكن الحديث عن نقطتين على اساس طلبا للتحديد، يعني عشان ما يكون كلام إنشاء. نقطة رقم واحد، إن تم الاهتمام من خلال الرؤية بالمناطق، مناطق محرك، مناطق 13، المناطق هذه يعني محركات اقتصادية واجتماعية بالتأكيد، ولذلك العديد منها كان هناك استراتيجيات، يعني تجد مثلا استراتيجية لمنطقة عسير، استراتيجية متكاملة لها شق اقتصادي قوي، كيف تنويع الاقتصاد، كيف سوق العمل، كيف فرص الاستثمار، إزالة المعوقات أمام المستثمرين،
وكيف هذه الاستراتيجية تتقاطع مع بقية البرامج، منها اللي تفضلت فيه مثلا برنامج جودة الحياة، وهذا بالتأكيد يعني له تأثير كبير، والسبب أنه ينظر إلى التوظيف المكاني وأفضل استخدام للأراضي، وتبعا استفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، يعني منطقة بتحصل فيها مثلا مناطق ذات خصوصية حتى ضمنها يعني تحتاج إلى مبادرات خاصة، مثل العلا على سبيل المثال هي جزء من منطقة أكبر، ولكن السودة على سبيل المثال آخر. فهذا يعني هذا أخذ شيء مهم. الأمر الآخر مبادرات تتعلق بمدن سواء كانت العلا ولكن كذلك بعاصمتنا الرياض، يعني كان هناك اهتمام كبير بأن الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، سيكون هناك العديد من المبادرات لتوسيع رقعتها وتأثيرها الاقتصادي، استقطاب مزيد من العاملين يعني بما في ذلك الشركات، كون أن الآن خلال الرؤية بيكون هناك توسع كبير في الاستثمار إجمالا، يعني من البرامج التي أعلنت على سبيل المثال آخرها كان شريك على سبيل المثال، وهذا هي برامج استثمارية في الأساس هدفها زيادة الضخ الاستثماري للاقتصاد السعودي، بتكون بيكون للرياض جزء مهم من هذا، وتأسيس طبعا الهيئة الملكية لإدارة الرياض. جميل، أعتقد الآن هو المجال للأسئلة، أعتقد كيف إذا في أسئلة من السادة المتابعين نبغى نفتح المجال للمداخلات والأسئلة إذا في أسئلة. إذا ما في أسئلة ممكن نرجع لها. تفضل دكتور. صوتي أعتقد واضح ومسموع. نعم. المملكة 2030 يعني من المراحل الأولى من السبعينات في مراحل التنمية الأولى، وما وصلنا إلى مرحلة بداية الرؤية في عام 2015 إلى ما وصلنا إليه في 2020. بالتأكيد إنه الرؤية مرت بمراحل ووقفات كثيرة، وفي تصوري إنه في تحديات يمكن الدكتور أشار إلى بعضها فيما يتعلق ب التفكير في عمل القطاع الحكومي، كيف كان القطاع الحكومي يعني يعمل بصفة المسير للأعمال إن صح التعبير بدون أي أفكار أو مبادرات فيما يتعلق بتطوير أعمالهم، فيما يتعلق بالتنمية. وهذا الحقيقة يعني نمط جديد يعني ما تعودنا عليه احنا حقيقة في المملكة، يعني تعودنا أنه هناك ميزانيات ترصد ل القطاعات الحكومية، والقطاعات الحكومية تصرفها يمكن الجزء الكبير من عندها يصرف على يمكن على رواتب ما رواتب، والجزء اليسير يمكن اللي يصرف على تطوير وتحسين وتحسين الأداء، وبالتالي يعني كلما تطور أداء هذه الأجهزة انعكس على المواطن، يعني تعليقا على ما ذكر أبو نواف أنه يعني كيف نترجم هذه السياسات وكيف نترجم هذه المبادرات إلى أشياء ملموسة على المستوى المدن وعلى المستوى المحلي. بالتأكيد إذا استطاعت الإدارات المحلية والوزارات من تمكين هذه الإدارات المحلية في المناطق والمحافظات، بالتأكيد أنه هذه بتؤدي أداء أفضل وبينعكس على الخدمات التي تقدمها في المنطقة أو في المحافظة. سؤالي للدكتور، ما هي أبرز يعني التحديات بجانب ما ذكرته في عرضك السريع اللي واجهتها الرؤية في الخمس سنوات الأولى؟ هذا الشق الأول من السؤال.
الشق الثاني ما هي أبرز المنجزات؟ يعني سمو ولي عهد يعني الله يحفظه ذكر بعض البرامج، برنامج الإسكان وبرامج أخرى ذكرها في لقائه. بالتأكيد هناك برامج كثيرة يعني تحققت. ودنا الحقيقة إذا بالإمكان دكتور يعني تسلطنا الضوء على برنامجين بجانب ما ذكرته، اللي تعتقد أنها من أبرز المنجزات اللي يعني حققته الرؤية. والشق الأخير هو سؤال مركب، يعني الشق الأخير ماذا بعد؟ يعني وين متجهين حنا الآن؟ طبعا حنا يعني حققنا شيء، هل حنا راضين؟ أنا ما أدري، يعني هذا سؤال يمكن يحدد المستفيد. هل حنا راضين عن ما أنجزناه؟ صحيح أنجزنا ما في شك، في مستهدفات حققناها في نسب جيدة ما كانت موجودة سابقا، لكن هل حنا راضين عن هذا الأداء؟ وماذا نطمح في الخمس سنوات القادمة؟ ما هي رؤيتنا للخمس سنوات القادمة قبل ما نصل إلى 2030؟ شكرا دكتور حسان. إذا تسمح لي، يمكن لأن بما سؤال الدكتور كان عن هدفين هل تحققت، خليني أنا أربطها بفعلا عندنا موضوع دخول صندوق الاستثمارات العامة كمحفز لاستثمارات الرأسمالية إلى جانب الإنفاقات الرأسمالية للمعتمدة في الميزانية. هذا تحقق فيه إنجاز، وهو يطرح أيضا هل هذا دخول صندوق الاستثمارات العامة بالآليات اللي يطرحها لتأسيس الشركات ذات الأهداف المتحددة، كيف ينظر لها القطاع الخاص بحكم قربك من القطاع الخاص، وأشار لها سمو ولي العهد. الأمر الثاني ما يخص هدف تنويع الإيرادات غير النفطية، وهذه أيضا تحققت فيها. فتقريبا هذه تقريبا من أبرز. فأنا اسمح لي بس أني أساس أساعد الدكتور حسان، لأن الأهداف كثيرة، لكن خلينا نتحدث عن الهدفين. هذه صندوق الاستثمارات العامة كهدف من دخوله كمحفز الاستثمارات الرأسمالية. شكرا يعني على الأسئلة. بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق مسؤول عن أحد البرامج، برنامج التنويع الاقتصادي، هو يدار من قبل الصندوق. وطبعا الصندوق أعلن مؤخرا استراتيجيته حتى الخمس سنوات القادمة ومستهدفات اللي ذكرها سمو ولي العهد في حديث الضافي. صندوق الاستثمارات العامة له دور واضح الآن أنه ريادي، ويتحقق على يعني بالتدريج إنجاز التعبير. يعني في البداية كان تأكيد من الاستفادة من الثروة الوطنية إلى الحد البعيد، وترتيبها بحيث أنه وحصرها إلى طرق الاستفادة منها بما في ذلك الأراضي، يعني أراضي ذات مواقع متميزة على مستوى العالم. كيف ما إذا لم تستفد منها لن تستطيع أن تولد منها قيمة اقتصادية. ولذلك نجد يعني ضمن هذه الجهود، فهو عندك برنامج تنويع اقتصادي، وضمن هذه الجهود برامج المهمة اللي أطلقت مثل البحر الأحمر. البحر الأحمر منطقة متميزة جميلة، يعني تصلح أن تكون نقطة استقطاب سياحي على مستوى العالم، سياحة ل يعني مستوى معين، انفاق معين، بحيث وهذا سيجلب دخل للمملكة العربية السعودية. هذا يعادل يمكن العائد عليه اعلى من مثلا الصناعات التقليدية، مثل التصنيع على سبيل المثال. ولذلك انت توازن، هذا من نوع التنويع الاقتصادي. الأمر الآخر أن في عمل هذه المشروعات العملاقة تنفيذها بيكون هناك ضخ وأنفاق استثماري حتى تبنى، استقطاب شركات، تشغيل شركات متوسطة وصغيرة، والعديد من المشاريع. هذا كان يعني مجرد واحد من الأمثلة. الأمر الآخر أن الصندوق نظر إلى استثمارات المحلية، وأخذ بتوجيه طبعا من سمو ولي العهد ومن مجلس إدارة الصندوق أنه يكون هناك
الثقل في الاستثمار هو داخلي، يعني رفعت النسبة إلى 80%. يتم اقتناص الفرص خارجيا، ولكن كما تفضل سمو ولي العهد وبين بهذا اقتناص توصل إلى النضج، يتم التخارج. احنا عيوننا على أن نضخ وننمي الاقتصاد المحلي والاستفادة من هذه الفرص غير المستغلة، احنا نبغى نبادر. والأمر الآخر أن صندوق الاستثمارات العامة كذلك بدأ يدخل لتحقيق مستهدفات الرؤية على أكثر من صعيد. أنا بأخذ بس مثال واحد، موضوع السكن. موضوع السكن كان أمر مؤرق، كان يعني يقدم الشخص لما مثلا يخلص ثانوية عامة على الصندوق يتلقاه بعد ما يصير استشاري لو كان بيدرس طب مثلا 12 سنة 13 سنة في الحدود. الآن هذا زال، وضع مستهدف جدا طموح، تحقق المستهدف والآن في مرحلة لاحقة وإن شاء الله بيتحقق 70%، وهذا بيكون إنجاز. الآن بنوصل إلى المستوى العالمي، أفضل دول العالم يعني أنت الآن 70% في تملك المسكن. نعم. وصندوق الاستثمارات العامة له يعني الآن ذراع في مشروعات السكنية روشن في عدد من مناطق المملكة، وبيساهم في تحقيق هذا الأمر، يعني بحيث أنه يغذي العرض من المساكن على فئات مختلفة، حتى لا يكون أن هناك مساكن من خلال القطاع الخاص يعني الأعلى ربحية، أرض صغيرة، يعني توجهات إلى مناطق معينة، إلى أحياء معينة. هذا بيكون العرض أوسع وهذا بيسهل. فهذا من حيث الأهداف. قضية الهدف الثاني تحدثت عنه، إنجاز كبير فيما يتعلق الإيرادات غير النفطية. الإيرادات غير النفطية كانت كم مهمل سابقا، يعني في مثلا لو خدنا سنة مثل عام 2012 مثلا 2013 بتحصل إيرادات غير النفطية يمكنها كانت في حدود 60-70 مليار في هذاك في هذا الحدود. قضية الإيرادات غير، يعني يجي الكثير ويقول لك والله الإيرادات النفطية هي عبارة عن ضرائب، يعني ايش اللي صار جديد؟ اللي صار جديد انك الآن نوعت إيرادات الخزانة. تنويع الاقتصاد شيء، تنويع إيرادات الخزانة العامة شيء ثاني. كانت إيرادات الخزانة العامة تعتمد إلى فوق 90% على النفط، الآن انت قلت انا بشوف إيرادات اخرى، موارد اخرى. المورد الآخر هذا جاء من خلال ضريبة القيمة المضافة بالحد الرئيس، رغم أنه كان الإيرادات غير النفطية تم مساهمة فيها ببنود يمكن ما نلاحظها، مثل تحسين العائد على استثمارات الحكومة ارتفع ويعني حقق نتائج إيجابية، ولكن لأن كوننا نسبيا بند صغير ما يبين. ولكن خلني أعطيك مثال. الآن تخيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة، قبل ضريبة القيمة المضافة كنا احنا ما نعرف كثير عن الاقتصاد، تفاصيل الاقتصاد. يعني تخيل الحالة التالية، شخص مواطن صالح الله سبحانه وتعالى معطيه يعني مجال انه يشتري ويبيع في الاراضي، وبعدين ياخذ الاراضي هذه ويطورها ويسوي صفة دكاكين وعمارات ويأجر. هذا المواطن ما عنده حتى سجل تجاري، عنده بطاقة الأحوال مثل كل واحد منا، بطاقة الأحوال أوكي، وعنده الصكوك اللي يملك فيها، يأجر يجمع الأجار من حصيرة الأجار عمر العمارة الثانية والثالثة. أولا الله يبارك له، بس رقم اثنين كانت الحكومة ما تحصل من شيء، رسوم مثلا تطلع ترخيص وشيء بس، رغم أنها الاستثمار عبء على المدينة. بالضبط. فأنت لاحظ الآن هو الآن الاستفادة، يعني استفادة من البنية التحتية، استفادة من المياه، استفادة كلها معان، لاحظ كلها معان. وهذا الآن جاء قال لك طيب يا حبيبي أنت الآن بتورد تأخذ رقم تأخذ رقم ضريبي وتورد جزء من هذا الدخل، والسبب أنك أنت تمارس نشاط تجاري، أنت ما عندك سجل تجاري ولكن تمارس نشاط
تجاري معتبر، وأنك أنت تطور عقاريا وتنمي وتأجر وإلى آخره، فأنت أمام نشاط اقتصاد. وهذا حقيقة شجع كذلك إلى استدامة الإنفاق العام. الحكومة حكومة مسؤولة تقوم بالوظائف اللي على كل حكومة أن تقوم فيها، ذود عن حياض الوطن، دعم المواطن، وكذلك المسؤولية عن برنامج الصحة، عن برنامج التعليم، ولكن اهتمام بقضايا أخرى. من أول الأمور اللي تم الاهتمام فيها هي القضية الاجتماعية، طبعا لعقود ممتدة كان هناك ضمان اجتماعي تقدم الدولة لحالات المستحق. اللي استحدث كذلك حساب المواطن، يقول لك إذا أنا اللي بسويه أنا الآن، أنت تحصل على دعم إذا أنت تستحق هذا الدعم. أوكي، المواطن اللي لا يستطيع الحكومة بتدعمه، وتم توزيع إلى شرائح إلى 5 أخماس ودعم المواطن. فالإنفاق هذا المتعدد سواء كان الرأسمالي أو كان الجاري أو كان إلى آخره لابد أن يستديم. استدامته تأتي من أن يكون هناك إيرادات غير مرتبطة بالضرورة بالنفط. عندك إيرادات نفطية طبعا ستوظف وتستخدم، ولكن كذلك قنوات أخرى. متى هذا كان مفيد؟ يعني طول الوقت ما حد يحب يدفع فلوس، فالجميع يقول لك طيب ايش تسوي يعني. بس هي القضية تأتي أن، وهذا إجابة كذلك على سؤال تفضل فيه الدكتور أمير، أن في سنة الجائحة هو كان الاختبار. أنت تقول كأن طالب كان يحاول يستعد للاختبار، بس الاختبار مبهم مثل ما يسووه بعض الأساتذة، أنت يعني خليك مستعد أنا بقولك متى بختبرك. جاءت كورونا واختبرت الاقتصاد السعودي. جاء الاقتصاد السعودي كان جاهز صحيا، كان طبعا، والسبب أن كان هناك إرادة ملكية قوية أن الجميع أن هذا غير خاضع، سندفع كل تحمل الدولة كل التكاليف يعني مجابهة كورونا بغض النظر مواطن وافد وضع نظامي غير نظامي، هذا غير مرتبط بأي شرط. الأمر الآخر، كورونا اللي عملتها بعدت الناس عن الأماكن، صار الجميع عليه أن يقبع في المنزل. قبوع هذا في المنزل كيف تمارس الناس أعمالها؟ عن بعد. كانت مستعدة ببرنامج طموح، وكذلك هذا من برامج الرؤية للرقمنة، وكان معدلات إنجاز عالية، ومكنت من أن دول عديدة منها دول متقدمة لم تكن تستطيع، يعني ممكن في المدن الرئيسية تستطيع، في بعض القرى الأبعد لم تكن تستطيع يعني تحقق مثلا التعليم عن بعد، العمل عن بعد بالصورة المطلوبة، فكانت جاهزة للاختبار رقميا. وهذا كان من برامج الرؤية، هذه كلها الآن احنا نتحدث مبادرات الرؤية. التسوق عن بعد، يعني كان هناك طفرة كبيرة تحول من التسوق يعني شخصيا إلى أنه من خلال التجارة الإلكترونية ومن خلال المنصات، فهذا كذلك استطاعت النهوض لهذا التحدي، وأنه يكون بالفعل هناك منصات للتوصيل والمنصات يعني، وهذا مكن الحراك أنه يستدين. اللي كذلك بعد آخر من أبعاد النجاح في الاختبار المباغت هو التالي، إدارة أزمة كورونا. والسبب أن الحكومة تعودت أنها الآن تشتغل مع بعض كفريق، وكان هذا يعني مثل ما أنتم مثل ما كلنا نعرف أكيد أنها هي متعددة التحديات، كورونا تحدي صحي، تحدي اقتصادي، تحدي اجتماعي إلى آخره، وتحدي بالتأكيد تقني، تحدي على مستوى الرقمنة، تحدي فيما يتعلق بالنقل واللوجستيات، فهذا يحتاج تحدي على مستوى الموارد البشرية، تحدي على مستوى الأسواق سواء أسواق المال، أسواق العمل إلى آخره. فكان لابد من منظومة، هذا المنظومة وضعت بسرعة، هيكلت بسرعة وبانضباطية كبيرة متابعة، وتم إطلاق كما شاهدنا يعني جميعا
تم إطلاق مجموعة من المبادرات المؤثرة قوامها حدود 150 مليار يعني بمساقات مختلفة يعني عشان بس يعني ولا الموضوع بالضبط في إسهال. عندي موضوعات كثيرة ودنا نطرحها، إذا في سؤال من الأخوة المتابعين ولا أنا عندي سؤال نستمر. طيب أنا عندي دكتور، بما أنه إحنا الآن في مؤسسة تعليمية ومؤسسة يعني قائدة ورائدة الحقيقة في التعليم الجامعي، خلينا نسأل بحكم اهتمامك في الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد، كيف نظرة البرامج الرؤية إلى التعليم؟ هل التعليم الآن قادر أنه يقوم بأعباء الاقتصاد الرقمي؟ وكما ذكرت التوسع في قطاع الخدمات اللي يعتمد على الرأس المال البشري، فالتعليم بالنسبة للرؤية كيف رأت له كفرصة وكتحدي؟ نعتقد أنه من على رأس الأولويات، والدلالة على ذلك ما ذكرت أن من إطلاق برنامج مهم برئاسة سمو ولي العهد اللي هو برنامج تنمية القدرات البشرية. هذا من البرامج اللي يعول عليها عاليا. من مؤشرات هذا البرنامج يعني، وهذا يبين التحدي إلى أي مدى الرؤية، وهذا أحد يعني سماتها تحدي الذات أنك أنت تسوي أفضل. يعني من مؤشرات الرئيسية لهذا البرنامج هو كيف ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، وهذا مؤشر أطلق البنك مؤخرا، المملكة اشتركت فيه، ويعني يتابع النمو البشري على مدى على أكثر من محور. أحد المحاور ويطلع لك المحصلة، أحد المحاور هو المحور محور التعليم. مبادراته نوعية بالفعل تهتم بأن يكون المواطن السعودي مواطن يملك المهارة، يملك القدرة على التعامل مع العالم الآخر، وهذا يتطلب عقلية انفتاحية تتقبل الآخر، تستطيع التعامل معه وتحقق مكاسب لوطنه. دكتور، لكن المؤسسات التعليمية هل هي فعلا يعني طموح سمو ولي العهد أن تكون مخرجات التعليم يكون الطالب السعودي يتخرج بالستاندر العالمي المواصفات العالمية، طموح يعني فعلا؟ هل الجامعات، هل المؤسسات التعليمية فعلا قادرة أن تحقق هذا المستهدف؟ يعني سمو ولي العهد ذكر أنه تعليمنا يعني ليس سيء، تعليمنا جيد، لكن نحتاج ممكنات يمكن في البيئة التعليمية، في الرؤية في مستهدفات للتعليم. نعم. ومن المستهدفات ما يشمل الجامعات، وإن نكون يعني من ضمن أفضل 100 جامعة. أعتقد ما في خيار أمام المؤسسات التعليمية سواء كانت جامعية أو كانت تعليم عام أو ما قبل المدرسة، ضمن الرؤية ومبادرات الرؤية من خلال برامجها، إلا أن ترتقي للمناسبة. والسبب أن في العديد من المبادرات حتى تفصيلية، يعني تفصيلية طبعا الجامعة وقضية المهارات، مهارات المستقبل، هذا تحدي كبير يعني، وأكثر من استراتيجية اهتمت فيه، من استراتيجيات منبثقة عن الرؤية. ما في فكاك يعني حقيقة إلا الارتقاء. الآن وزارة التعليم لها كذلك مهمة كبيرة وهي تسعى للقيام فيها. أولا النظر في الجامعات، كيف ممكن تكون الجامعات مستقلة وتستطيع أن تحقق الاستقلال المالي وأن تكون مسؤولة عن ذاتها، وأن يكون من خلال مجلس، وتكون السلطة المهيمنة ليست وزارة التعليم ولكن مجلس الأمنة. هذا يعني شق مهم. والشق الآخر كيف أنك أنت تستطيع أن تتعامل وتتواصل وتخدم سوق العمل. يعني في السابق كان عندنا، في مرحلة سابقة كان يعني بعض مدراء الجامعات يقول لك أنا هدفي ينتهي
أو مهمتي تنتهي عند تخريج الطالب، يعني شو يصيب في الطالب بعد ذلك؟ لا، الآن أحد المؤشرات هل عمل الخريج ولا لا، كم استغرق هذا الخريج حتى يعمل، هل قبلت السوق العمل ولا لا. في تحدي إضافي وغير خاف عن الجميع، أن الآن فترة تحول كبير فيما يتعلق بالمهارات، خاصة يعني كانت بادية بس بعد قدوم كورونا اشتدت واتضحت أكثر، أن في مبادرات عفوا مهارات ستزول وتذهب ويحل محلها الذكاء الاصطناعي والروبوت. ف يعني ما عندنا خيارات، لا سيما ان احنا يعني وطن يعني بلد نعتمد على الحد البعيد على الاعمال الوافده خاصه في القطاع الخاص. دكتور حسان، حسب الوقت المحدد يعني باقي لنا تفضل. ايوه مرسل، ممكن تقراه دكتور؟ هذا عندي، يقول لك في ما يخص التنويع الاقتصادي وإدخال قطاعات أخرى في الاقتصاد يعني غير النفط، يعني أعتقد كل أغلب اللي موجود في السؤال أغلبها تطرقنا لها تقريبا، تطرقتها ما يخص الاقتصاد في كورونا. يمكن مشاريع السكن أنت تطرقت لها وأهميتها ل مشاريع القطاع الإسكان بحجمها الكبير، فتقريبا أعتقد ما ورد في السؤال أغلبها مغطات. بقي أنا سؤال يمكن الأخير دكتور حسان، الرؤية يعني بحكم التحدي الاقتصادي والتحدي الكبير اللي هو تنويع الإيرادات وعدم الاهتمام على النفط، تقريبا هذا هدف استراتيجي، والرؤية قد من يراها أنها أغلبها مشروع اقتصادي، يعني هي رؤية اقتصادية، لكن طبعا الاقتصاد هو مهم، يعني إذا لم يتحسن الاقتصاد هو مؤشر على كفاءة الحكومات وعلى كفاءة الدول، حيوية الاقتصاد والقدرة على الحراك الاقتصادي داخل البنية. كيف رؤيتك لهذا فعلا؟ يمكن يعني نختم هذا المحور، هل الرؤية، لماذا الرؤية ركزت على الشأن الاقتصادي في تصورك؟ هي الرؤية حقيقة أوسع من مجرد أنها تكون مشروع اقتصادي، منها اللي تطرقنا قبل قليل جودة الحياة، يعني في النهاية كل شيء له انعكاس اقتصادي، ولكن يعني بطريقة مباشرة جودة الحياة هي الارتقاء في حياة الفرد. الرؤية إلى الحد البعيد هي مشروع طموح للتغيير الإيجابي اجتماعيا واقتصاديا، وتمكين المجتمع من النهوض ليصبح يعني في أفضل الأوضاع، وحتى تتبوأ المملكة العربية السعودية أفضل مكانة ممكنة 2030 وبعدها 2040 مثل ما تفضل سمو ولي العهد. ولذلك نجد أن كان هناك تركيز على عدد من المحاور، منها على سبيل المثال موضوع تمكين المرأة. قضية تمكين المرأة تتجاوز يعني سوق العمل بالتأكيد، وتتجاوز قيادة المرأة للسيارة. تمكين المرأة يعني بمعنى أن يكون لها دور كامل في المجتمع على أكثر من صعيد، وهذا اللي لاحظناه الآن. وبالفعل كان هناك حراك مهم وحقق نتائج مبهرة، وعندما أقول مبهرة أنك تحقق مستهدفات في المشاركة الاقتصادية للمرأة، مستهدفات 2030 فيما يتعلق بهذا الهدف في قبلها بعشر سنوات في 2020، هذا كان شيء له دلالة كبيرة يبين إلى أي مدى أن قضية الأخرى قضية منظومة القوانين، بحيث أن يكون هناك وضوح في من أحد طبعا أركانها الأحوال الشخصية على سبيل المثال، وهذا يبين أن هناك كذلك رسم منهجي للعلاقات بين أفراد المجتمع
تكون على أسس، يكون واضح الحقوق والواجبات حتى ننطلق إلى الأمام. الأمر الآخر فتح المملكة العربية السعودية، وهذا يعني الانفتاح بتؤدة لتحقيق أهداف ذات قيمة، والأهداف ذات القيمة هي التالي: أولا المملكة العربية السعودية مثل ما نعرف جميعا قبلة المسلمين بوجود الحرمين الشريفين، تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين، وهذا من البرامج الارتكازية للرؤية ضيوف الرحمن، أوكي، وجعل القدوم سهل ويسير. يعني واحدة من المبادرات على فكرة حتى مو يعني مو الرئيسية ولكن المهمة طريق مكة. يعني تخيل أحد جلس يفكر قال كيف هذا الحاج أو المعتمر وهو في المكان اللي هو فيه يصل إلى مكة بأيسر الطرق، بأقل جهد بالنسبة له يأتي، وإحنا نخدم فيه كل نظرة شاملة لكل الرحلة، رحلة الحاج، رحلة المعتمر، من ما هو في بيته مثلا في أندونيسيا ولا في ماليزيا ولا في مصر ولا في أي واحد من البلدان حتى يصل، والعودة. فهذا لاحظ. كذلك الجانب الحضاري، المملكة العربية السعودية مهد حضارات عديدة وهذا واضح جدا، وهذا في النهاية يبين وجه أكثر إشراقا، وهذا الوجه الأكثر إشراقا سيعطيك مزيد من القوة، قوة سواء اقتصاديا أو القوة في المنظمات ذات الصلة بهذه القطاعات التجارية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، تعرف. وهذا يعني في النهاية سيعني توظيف كامل مقدراتك، سيعزز قوتك الاستثمارية وينمي الاقتصاد. الأمر اللي في جملة واحدة، قضية النمو الاقتصادي، إن ينمو الاقتصاد ويتسع الاقتصاد ويكبر الاقتصاد، هو يعني أحد مستهدفات الرؤية أن نكون ضمن أكبر 15 اقتصاد، ولكن الآن لاحظ أن لتحقيق هذا الأمر تحقيق قفزات في توسع الاقتصاد، وهذا التوسع لن يحدث إلا بيتحقق هو لأنه محصلة تحقق جملة أمور منها اللي ذكرت قبل، ومنها كذلك استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحسين البيئة التنافسية لتكون يعني الأكثر جاذبية وتنافسية في المنطقة. جميل. أنا أريد بس أن أختم دكتور حسان، بس يمكن عشان نستكمل الحديث في موضوع سبق طرحناه اللي هو ما يمس حياة المواطن اليومية اللي هي كفاءة الإدارة المحلية. أنا أريد بس رأيك بثلاث دقائق كيف نستفيد مما هو مطروح في الرؤية وبرامجها لتفعيل هذا الأمر، لتفعيل كفاءة الإدارة المحلية وتطوير اقتصاديات المدن بحيث تكون أيضا المدن يعني بيئة للحراك الإنساني والحراك الذي الحراك اللي يولد النشاط الاقتصادي اللي يعزز الاستدامة المالية للمدن. مع وجود الرؤية أعتقد فرصة ذهبية الآن، وقت يعني يانع تماما لتحقيق قفزات في الإدارة المحلية لعدة اعتبارات، يعني ليس فقط من خلال الحديث عن الموضوع بقدر ما أن كذلك يعني تصميم وتفعيل مبادرات محددة، والآن وقت مناسب. يعني الآن من خلال دمج عدة أمور في وزارة يعني الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نعم. أوكي، من خلال منصة مثلا فرص على سبيل المثال تحت الوزارة اللي وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصبحت يعني العديد من يعني كل مدينة كل مركز كل قرية بإمكانها أن ترفع فرص وتستفيد، وهذا سيجلب لها فوائد. الهدف ليس المال بحد ذاته، ولكن من خلال هذه يعني مثلا مبادرات على شكل فرص تستطيع أن تحقق مثلا مركز حضاري، استثمار سياحي، يعني شيء من هذا النوع. الأمر الثاني سنشهد يعني بإذن الله بطبيعة سير الأمور خلال 5 سنوات القادمة تفعيل العديد من استراتيجيات المناطق، واستراتيجيات المناطق هي حقيقة عبارة عن توظيف للمقدرات
الجيومكانية للمناطق إلى الحد البعيد، يعني سواء كانت السكانية أو الموقع الجغرافي، وهذا بالتأكيد بينعكس على المدن، على القرى الواقعة ضمن وهذه الاستراتيجيات، في كلمة إذا تسمح لي، الاستراتيجيات هذه تفصيلية وفيها العديد من الفرص أصلاً والمبادرات، فتفعيلها بالتأكيد سيحقق نقلاً. دكتور حسين، أنت كنت لي 3 دورات عضو في مجلس الشورى، ورأيت كيف أهمية دور المجلس في رفع كفاءة التشريع وتطوير الأنظمة في المملكة. أنت قلت أن الإدارة المحلية تحتاج آليات، المجالس البلدية يعني ممكن أيضاً أن تحاكي أو توازي الدور المهم اللي لعبه مجلس الشورى في مساعدة الحكومة، أيضاً مجالس البلدية كيف تراها كآلية لتفعيل هالاستراتيجيات الموضوع؟ المجالس البلدية أكيد دورها أساسي، ودورها أساسي لأكثر من أمر، يعني في المرحلة القادمة وخصوصا أنه بيكون في تعويل أكبر على الأمانات وعلى البلديات لتحقيق مستهدفات محددة. المجلس البلدي ممكن يكون ضمن وظائفه الإضافية وظائف الحوكمة للفرص، سواء في منصة فرص وبلدي أو حتى الحوكمة فيما يتعلق بالجزئيات اللي تخص كل أمانة من استراتيجيات المناطق. والأمر الآخر اللي ما للأسف يعني ما اتسع المجال أن نعطيه حقه، هي قضية الخصخصة. يعني في كثير الآن برنامج الخصخصة يبدأ نشاط كبير ابتداء من هذا العام، ويتخيل لي في دور، يعني في النهاية نفس الشيء، كثير من الممتلكات الحكومية اللي تخضع لصيغة من صيغ الخصخصة موجودة في مدن وفي أمانات، فالمجلس البلدي ممكن أن يكون يعني هو موجود ومن المؤسسات الوطنية المعتبرة للمجالس البلدية هذه، فممكن يكون لها دور كذلك للمساهمة وتعزيز مبدأ الشفافية، ويعني الحوكمة بيكون إيجابي ويقوي هذا الجانب. الآن يعني أنك تنزل من المستوى الوطني لا مركزية لتحقيق كفاءة أعلى من المستوى الوطني، من المستوى المناطقي، من مستوى المدن والأمانات البلدية. الحقيقة فعلا الرؤية وبرامجها فيها كثير من، يعني تحتاج يمكن ساعات للحوار، لكن يعني ما أمامنا إلا أن يعني نقف الآن ونشكر، نجدها فرصة نجدد الشكر لجامعة الأمير سلطان ولمركز الإدارة المحلية على تنظيم مثل هذه اللقاءات، ونتطلع الحقيقة لأنها تستمر، لأنه الرؤية برامجها عديدة وطموحاتها كثيرة وتحتاج الكثير من النقاش والحوار وإلقاء الضوء عليها. صحيح. بالذات من المختصين اللي داخلين في عمق بناء الرؤية وصياغة مستهدفاتها مثل الدكتور أحسان. أشكركم وأشكر القائمين على مركز الإدارة المحلية على حسن تنظيم هذا اللقاء، وأيضا نشكر كل من تابع هذا اللقاء عبر منصة زوم، ونتطلع إلى فرصة أخرى لتجديد اللقاء في الأمور التي تهم قضايا الإدارة المحلية. شكرا لك دكتور حسان، وشكرا لحضورك معنا. عبرك الساعات. الله يرضى عليك ويسلمك. شكرا لكم، ونخص بالشكر سعادة الدكتور إحسان أبو حليقة وسعادة الأستاذ عبد الوهاب الفايز على حسن إدارة الحوار، ونتقدم بالشكر لجميع المشاهدين الذين حضروا هذا اللقاء على منصة زوم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.